هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. أهلا بكم. ماذا لو أفلست واحدة من شركات التأمين العربية؟ سؤال يطرحه كثيرون في ظل الخسائر التي تعاني منها شركات تأمين عديدة في السعودية تحديدا، وبنسب مرتفعة تتجاوز 50% من رأس المال. من يضمن حقوق حملة الوثائق؟ سنحاول في حلقة تأمين اليوم الإجابة عن هذا السؤال، إنما لنبدأ أولا بأبرز أخبار القطاع لهذا الأسبوع. بلغت الخسائر المتراكمة لشركة سند للتأمين نحو 171 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 85% من رأس مالها بنهاية نوفمبر 2014، بعد أن سجلت خسائر صافية قدرها 5.8 مليون ريال الشهر الماضي. تستضيف البحرين في شهر فبراير المقبل النسخة 11 لمنتدى الشرق الأوسط للتأمين، الذي يتوقع أن يجمع أكثر من 550 شخصية من اللاعبين البارزين في صناعة التأمين الإقليمية والدولية لمناقشة تعزيز صناعة التأمين الإقليمية. وتضغط المتغيرات الإقليمية والدولية على القطاع الذي يسعى للتغلب على الضغوط التنافسية وبناء الربحية الفنية. ونختم جولتنا الإخبارية من أوروبا، حيث عززت شركتان في قطاع وساطة التأمين البحري التعاون من خلال تشكيل عملية اندماج ترفع رأس المال إلى 450 مليون دولار. الشركتان هما هانشين النرويجية وكامبيازو ريسو مارين الإيطالية. هل تضمن هيئات الرقابة على التأمين حملة الحقوق وأصحاب البوالص في العالم العربي في حال إفلاس شركة تأمين؟ عندما قربت شركة AIG على الإفلاس إبان الأزمة المالية في عام 2008، كانت حقوق عالمية بالمليارات ستضيع، خصوصا لحاملي الوثائق الطويلة الأجل كالتأمين على الحياة، فهبت الحكومة الأمريكية للمساعدة ما أثار عاصفة من الانتقادات. في العالم العربي الشركات التي تتخذ مبدأ المخاطرة لا تحمي حقوق الناس من خلال إعادة التأمين، فكيف ينعكس الإفلاس عليها؟ نتابع. ما الذي يحصل عندما تفلس شركة التأمين العربية التي اشتريت بوليصتي منها؟ سؤال يدور في أذهان أصحاب البوالص الذين يريدون ضمان حقوقهم وحماية مستقبلهم، وخاصة في حالة التأمين على الحياة. صحيح أن الإجابة عن هذا السؤال قد تختلف بين دولة عربية وأخرى، إلا أنها جميعها تقريبا لا تقدم أي ضمانات لحملة عقود التأمين في حال إفلاس الشركات. فعلى سبيل المثال، يسمح قانون التأمين في السعودية، وهو أحدث قانون للتأمين في الدول العربية وأكثرها تقدما، يسمح بتأسيس شركة تأمين برأس مال قدره 35 مليون دولار أمريكي، وهذا الرقم هو الأعلى بين الحدود الدنيا لرساميل شركات التأمين العربية. ومع ذلك فإنه يبدو رقما ضئيلا قياسا بالالتزامات التي تترتب على شركة التأمين في حال تعثرت وتوقفت عن الدفع. وفي مصر كانت الحكومة قد تحدثت قبل أكثر من عام عن مشروع صندوق لحماية شركات التأمين، لكنه لم يبصر النور. وقد بات معلوما بأن معظم شركات التأمين العربية قد انغمست عميقا في أخطار التأمين الصحي وأخطار السيارات، وقد تضاعفت التزاماتها وأخذت أحجاما خيالية بعد أن ازداد امتناع شركات التأمين وإعادة التأمين عن تغطية الزلازل والكوارث الطبيعية على نحو شامل. كما أن شركات التأمين العربية ومهما بلغت قدراتها المالية لن تكون قادرة على استيعاب تلك الالتزامات، ما يعني أن حقوق حملة العقود الصادرة عنها معرضة للخطر سواء اليوم أو في المستقبل. هذا الحال يستدعي بأن تحذو الدول العربية وتحديدا الهيئات العربية المشرفة على التأمين حذو غيرها من الدول المتطورة والنامية التي أنشأت ومنذ عقود مؤسسات وصناديق وطنية وظيفتها ضمان حقوق حملة عقود التأمين وعدم تبخر أموالهم في حال تعثرت الشركة الضامنة. من المؤكد بأن الدول العربية لم تشهد حتى الآن أي عمليات إفلاس تذكر في مجال التأمين وإعادة التأمين باستثناء بعض الحالات في لبنان، لكن هل تتعظ هذه الحكومات العربية قبل وقوع الفأس في الرأس؟
نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة السيد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد الرؤوف. أهلا ومرحبا بحضرتك. هل عادة نسمع عن شركات تأمين تفلس وخاصة في العالم العربي كبقية الشركات التي لديها رؤوس أموال وتتعرض للخسائر؟ طبعا موضوع إفلاس شركات التأمين وارد، ولكن الحقيقة يكون في حدود ضيقة جدا وقليلة جدا إذا ما اتخذت كل الاحترازات والوسائل الاستباقية التي تجعل الرقابة على هذه الشركات رقابة محكمة وجيدة. فالمفروض ألا تحدث هذه الإفلاسات، لأنها طبعا هتؤثر على حقوق حملة الوثائق والحصول على استحقاقاتهم من التعويضات. لكن طبعا لا نستطيع أن نقول أن هذا غير وارد، وإنما وارد لأسباب كثيرة ترجع إلى الإدارة غير الكفء في إدارة هذه الشركات، عدم إحكام الرقابة على هذه الشركات. نعم. من الجهة الرقابية. نعم. نبقى هذه المرة في حدود الشركات التي تتعرض لخسائر، متى يدق ناقوس الخطر على الشركة مما يعرض أصولها ربما إلى التآكل؟ هل 50% تآكل من رأس المال كفيلة بأنه جهات الرقابية تنبه هذه الشركات وتضعها تحت المراقبة؟ هو الحقيقة دور الهيئة الرقابية، الدور الذي له الأولوية والهدف الأكبر هو حماية حقوق حملة الوثائق، ولذلك يجب على الهيئة الرقابية ألا تنتظر حتى تخسر شركة التأمين 50% ولا حتى 10% من رأس مالها، وإنما يجب أن يكون زي ما ذكرت أن تكون هناك إجراءات استباقية اتخذتها الهيئة الرقابية لمنع حدوث هذا الفقد لرأس المال ولو حتى 10%. بإيه؟ زي ما ذكرت، بالإحكام الرقابة على شركات التأمين. إحكام الرقابة على شركات التأمين يأتي من محاور كثيرة، أما أهمها في رأيي الاطمئنان إلى كفاءة الإدارة التنفيذية العليا للشركة، لأن المفروض من يدير الشركة كرئيس أو كرئيس تنفيذي يجب أن تتوفر فيه الخبرة الكافية لمدة لا تقل عن تشترطها الهيئات الرقابية، لأن ده أساسا عامل مهم. العامل الثاني، من الذي يقوم بالاكتتاب داخل الفروع التأمينية المختلفة؟ يجب أيضا أن توافق عليه الهيئة الرقابية، وهذا معمول به في بعض الجهات الرقابية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر هي التي توافق على تعيين الإدارة التنفيذية، سواء كان الرئيس التنفيذي، سواء كان مدراء الاكتتاب، سواء كان مدراء الاستثمار أيضا، لأن برضو يرتبط بنجاح الشركة استثماراتها، فيجب أن يكون القائم على الاستثمارات من تتوفر فيه الشروط التي توافق عليها الهيئة الرقابية. طب حقوق حملة البوالص أو الوثائق، كيف يتم حماية حقوقهم في حال فعلا كان هنالك دور رقابي أقل، أو استطاعت أن الشركة أن تتملص أو أن تتعرض ربما لأزمة مالية؟ كيف يتم حماية حقوقهم؟ هل الجهات الرقابية أو الاتحاد نوع من المشاورة، ضمانات تستقطع من شركات التأمين وإن كان جزء بسيط حتى تضمن وجود أصل يمكن تسييله في حال ضياع الحقوق أو في حال تصفية الشركة؟ زي ما ذكرت، هذا هو الدور الذي له الأولوية الأولى والثانية والثالثة لهيئة الرقابية، حماية حقوق حملة الوثائق. هذا بيتم من خلال عدة محاور، أولها أن لازم تكون الهيئة تراقب شركة التأمين من ناحية الاكتتاب، فإذا وجد لها أن الشركة تحقق خسائر في فرع معين على مدى سنوات متكررة، وليكن سنتين ثلاث سنوات على الأقل في خسائر، فيجب أن هي تراجع الشركة وتنصحها بتغيير سياستها الاكتتابية ورفع الأسعار. ده مثلا. أيضا في نوع آخر من الرقابة على المخصصات الفنية، لأن وظيفة الهيئة أيضا أن هي تتأكد من الملاءة المالية لشركات التأمين،
بمعنى ان هذه الشركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها. اهم عنصر في هذا هو عنصر المخصصات الفنية، زي مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية، مخصص التقلبات العكسية، مخصص الاي بي ان ار دي تعويضات الحوادث التي وقعت ولم تبلغ بعد. فيجب ان تكون كل شركة قد اجتنبت قد جنبت الأموال الكافية لمواجهة كل هذه المخصصات، وده دور الهيئة أنها تراجع هذه المخصصات. في بقى خطوة أصبحت أكثر تقدما، أن بعض الهيئات الرقابية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التي تراقب أعمال شركات التأمين أوجبت على شركات التأمين، طبعا الحياة لابد أن يكون هناك تقرير اكتواري، هذا الخبير الاكتواري يضع تقرير يقول فيه ان المخصصات الفنيه لشركات تامين الحياه كافيه لمواجهه التزاماتها. اصبح هذا ايضا مطبق من عده سنوات، من 2010 2011 على السنوات الماليه وما بعدها على شركات تامينات الممتلكات. الخبير الاكتواري يجب ان يقدم هذا التقرير، الاهم ما فيه ان هو يقر بانه راجع المخصصات الفنيه و هي كافية لمواجهة التزامات الشركة. هذا التقرير الحقيقة بيفيد الهيئة الرقابية ان هي تطمئن الى ان هذه المخصصات الفنية حسبت بطريقة سليمة وافق عليها الخبير الاكتواري. نعم، واشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة السيد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين على اثراء هذا المبحث. والان ومع انتهاء هذه الحلقة اترككم مع ابرز النصائح التأمينية. ماذا يحصل في حال إفلاس إحدى شركات التأمين؟ في الغرب لاحظت القوانين إنشاء مؤسسات وصناديق وطنية تعنى بضمان حقوق حملة عقود التأمين أو جمهور مستهلكي خدمات التأمين. تغذى المؤسسات والصناديق الوطنية بنسبة مئوية تقتطع سنويا لمصلحة المؤسسة من الأقساط التي تستوفيها الشركات من مستهلكي خدماتها. معظم الدول العربية لا تلحظ قوانينها حماية لحقوق المستهلك في حال إفلاس شركة تأمين. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين، سعدت برفقتكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين، أمن عالمك.